موجة مفيدة، شوف البحر بالسمع. على مقربة من الساحل تفسح الشواطئ المجال أمام حدائق مرجانية غنية. تعرف سيبادام بأنها عاصمة السلاحف في العالم. غالباً ما تزور السلاحف الخضراء الجزيرة وتتزاوج هنا على مدار العام. قد يرى الغواصون العشرات منها في الرحلة الواحدة. الجدران المنحدرة للجزيرة تتراصف مع الشعاب المرجانية التي تنتأ بسبب التيارات القوية التي تضرب محيط الجزيرة. يمكن العثور على 3000 نوع من الأسماك على مقربة من الجزيرة. يتخذ العديد منها أذرع المرجان مسكنا لها، بينما يطوف بعضها الآخر كسحاب فوق الشعاب. يعرف عن سمكة الخفاش أنها سمكة رقيقة واجتماعية، وغالبا ما تشكل أسرابا مع أصناف أخرى من الأسماك. موجة مفيدة، شوف البحر بالسمع.